معشوقه الوحيد هو المسيح، كل لقاء بيسوع يخلص، وكل لقاء به يحملنا للقاء بيسوع. إذا كانت المحبة تقود العاشق إلى المعشوق، فمحبته لرعيته تلهب القلوب عشقاً للمخلص، يتصل بالبشر فيراهم حركة إلى الله، يحب العلم والمعرفة ويوضح قائلاً: ما أتعلمه يصبح عقلي، إلا أن عقله مشدود إلى المعرفة الأسمى، معرفة منها يجيء وجوده وفيها تقوم خدمته. هو القائل: إن لم تأتِ من معرفة المسيح لا تستطيع أن تقوم بأي عمل في الكنيسة. قلبه غدا مقر الرب أو عرشه، فهم أنه قادر على أن ينشئ الآخرين بالمحبة لإحساسه بأنه محبوب. صرح ذات يوم بعدما صمت اللاهوتيون والكهنة والأرثوذكسيون في هذا البلد عشرات السنين عن هويتهم الدينية، عن أصالتهم، عما يميزهم، كان لابد من شاهد يقول لهم: إنكم أنتم على محبتكم لوحدة المسيحيين فيما بينهم. فصار الشاهد الذي ينتقد كنيسته في واقعيتها وانحدارها وكسلها، ويعليها بسبب الأصول التي هي عليه. هو لا يريد أن يعرف ما هو له وما هو للمسيح. سيدي، حدثنا وضمنا معك إلى المسيح حسب الأصول المبثوثة في الكلام الإلهي. كلمة المطران جورج خضر، متروبوليت جبيل والباترون للروم الأرثوذكس. بسم الله والابن والروح القدس، آمين. سيدي، راعي هذه الأبرشية المحروسة بالله، يا إخوة، لعلكم تعلم أن قيصر روسيا، روسيا الوثنية، عندما أراد اختيار دين لبلاده أرسل وفداً إلى القسطنطينية، عاصمة المسيحية في هذا الشرق، قائلاً لهم: أعطوني ما سوف تفهمون، قولوا لي كيف يفكر هؤلاء الناس المسيحيون في الشرق. وبعد أن عادوا قال لهم: ما رأيتم؟ قالوا: عندما كنا نسمع هؤلاء ينشدون ما كنا نعرف إن كنا في السماء أو في الأرض. هذا إحساسي منذ أن دخلت هذه الكنيسة العظيمة. بقيادة هذا الراعي الذي حرك قلبي الآن،
كلمات قليلة أود أن أقولها لكم يا أحباء. هو أنه جاء أوان الحب بيننا، كنا عليه ولكننا وددنا أن نتعمق فيه، لأن الحب وحده هو يسوع المسيح. سوف نستغفر عن كل خطايانا، لنسير إلى الوحدة. إن كنت أنت غير مطهر فلا تبتغي ما يسمى الوحدة، لأنها ليست انصهار واحد بآخر، ليست استبداد طائفة بأخرى، وهذا وجد في التاريخ المسيحي. أظن أننا أدركنا وقتاً صرنا فيه نفهم وليس فقط نقول، نفهم أن من سمي الآخر هو للمسيح أيضا. وإذا أنت تعرف في أعماق نفسك أن كل من عمد إنما عمد في المسيح، وأنه للمسيح وليس من مسيحي يحسب على طائفة وما إلى ذلك. هذا ميراث التاريخ، ولكن ما هو عهدنا مع يسوع، وهذا أهم من التاريخ، هو أننا آمنا أننا واحد به، وعهدنا له أن نسلك هكذا. هل الأرثوذكسي قادر أن إذا نظر إلى وجه أخي المارونيك أن يرى على هذا الوجه فقط أنوار المسيح؟ وهل العكس صحيح أيضا؟ الكنائس مقسومة متشرذمة، تحب أو لا تحب، والله يدين الناس حسب الإنجيل، ولكننا منذ الآن أمام المصلوب الذي ينظر إليكم، منذ الآن قررنا أننا لسنا للتسميات الطائفية، لأن كل من عمد بالماء والروح ينتمي مع كل الآخرين إلى كنيسة يراها يسوع واحدة، وإن لم نرها نحن في هذه الدنيا المقسومة كذلك. فإذا سألك منذ الآن إلى أية طائفة تنتمي لا تجيب هذا السؤال سخيف. أنت تقول
أنا سأحاول أن أكون كما يراني يسوع، أي واحداً في جسده مع كل المعمدين، كان بيجن عندي دائما الناس بيطلبوا احسان، مرات بيقولوا لي يا سيدنا احنا روم، شو روم؟ ما في روم، في معمدين او غير معمدين. هلا في ناس بيتذوقوا هالموسيقى البيزنطيه عالي، ده شيء لطيف. هلا لما انا بتعلم اكثر بصير اتذوق الموسيقى السريانيه. ما في شيء اسمه سرياني وبيزنطي، عم بحكي علم، علم صرف، ما في شيء اسمه هيك. هناك مسيحيون في هذا الشرق، ذاقوا الصلبة كما هذا وآمنوا أنهم واحد بالشهادة وبالموت. ولكننا نعلم أن موت المخلص عقبته القيامة. وإذا بدنا نحكي كثير لاهوت، هو كان قائما على الصلب منتصرا. شو قائما يعني؟ كان منتصرا على الصليب في موته. نحن إذا عذبنا جيلا بعد جيل في هذا الشرق، نعرف أننا بعد عذابنا توا قمنا من بيننا. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، وأنتم جميعا سواسية، واحد بموته وقيامته، أعزكم الله كثيرا وجعلني أفرح بكم في هذه الشيكوكة المتناهية. عسى أقول للسيد عندما يفتقدني إنني أخذت ذرة إضافية من محبتك عندما اجتمعت مع أخي المطران ميشيل والكهنة الورعين والشعب المسيحي في جبيل، عندما اجتمعنا أمام الصليب الذي أطلقنا إلى القيامة. في جملة إلي، عبارة صغيرة بتمنى الناس يعرفوها، يا إخوة نحن قياميون. Oh,
عطر البخور مع عطر الزهور يفوح لكل من الأب ميلاد طرباي. والأستاذ جوزيف يزبك. والأستاذة كارلا رميا ظاهر. كما يقدم سيدنا ميشيل عون أقدس وأطهر ما في كنيسته ذخائر القديسين لسيدنا جورج خضر. في الختام كلمة شكر واجبة لكل من سيادة المطرانين جورج خضر وميشيل عون لرعايتهما وبركتهما، ولجوقتي الصوت العتيق وجوقة جبل لبنان الأرثوذكسية، وللأب ميلاد طرباي والأستاذ جوزيف يزبك لتعبهما ومساهمتهما في إعداد وإدارة هذه الرعاية الشكرية لله. وأيضا الشكر لحضرة قائم مقام جبيل السيدة نجوى سويدين فرح على حضورها الكريم مع سائر الفعاليات الحاضرة بيننا، ولكل الذين تعبوا في التنظيم والتنسيق والإعداد لهذا اللقاء، وبخاصة الذين سبق أن شكرهم سيادة المطران ميشيل في البداية. هذا لقاء ثان لابد أن يتتابع يوما بعد يوم حتى تغدو الأخوة بيننا واقعا محققا. واختتاما لنصلي سوية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الموجودة بين أيديكم.